في ايه؟ الرصيف الرصيف. وقف وقف. حاضر اهو. تعالى يا افتح افتح قلب بتاعك. ما اعرفش منين. عرفت انا هخليهم يجهزوا لك النهارده مكتبي جنب مكتبي على طول، واعرفك على رؤساء الاقسام. وان شاء الله هعمل حفله قريب عندنا في الفيلا، هعزم فيها كل شركائنا ورجال الاعمال وبعض المسؤولين كمان، عشان اكيد هتحتاجيهم في الوقت المناسب. انا مش قادر اصدق يا نور انك انت مش هتسافري وهتقعدي معايا. لو ايه؟ هتشتغلي معايا كمان؟ وانا في ايه؟ وانا هموت قريب ولا حاجه عشان ربنا بيحقق لي كل احلامي. بعد السر عليك. بصراحه يا بابي المفروض تشكره جدا. هو الوحيد اللي اقنعني ان انا اكمل في مصر الحقيقه. واضح انك بتثقي في هوجن اكتر من بابي. يكونش عنده قدره على الاقناع اكبر مني؟ العفو يا باشا. اتفضلي اتفضلي. يلا عم هوجا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت يا ولد جلنت يا ولد. جلنت؟ ايه كل المطبات اللي لبستها دي؟ وايدك على الكلاكس كانه فرح بنت خاله امك ليه؟ مخمطت اللي جابوني. ما انت اللي جايب لي غواصه سوقها، والست اللي جوه العربيه دي رغايه، كل شويه فيربي توبيفر شوسي فخش رايت. انا مش فاهم حاجه يا هوجن، رجعني حارتنا ابوس ايديك. اقسم بالله هنقحك قفه، هنقحك قفه. انت انا مجنون يا ولد؟ امشي 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 يلا هناك. خلاص بقى سامح لي بقى عديه. خلاص يا هوجن. ايه الحكايه يا بنت تنوجه؟ مالك؟ انت هتفضلي قلبالي بوزك 24 ساعه؟ ما انتش عارف ليه؟ بتضربني وتمد ايدك عليا قدام العوجة ده يا لطفي؟ مسخة، عاملة زي البرقول مستورد بالظبط. ناوت ايدك، محدش غصبك عليها، انت اللي مش شاطر في الفاكهة. البلد يوكل، البلد يوكل يا بلد انت. بس عارفة يا نوجة؟ انت تستاهلي كسرة رقبتك وكسرة نفسك وكل حاجة. الله! أمال إيه؟ قلت لك كرم فكك منه. جبتيه عشان تقعديه معانا هنا يقعد في قرابيزي غصب. غير بقى ابن هوجل اللي اتجوزتيني وانت حامل فيه وبرضه بتلبسيهولي وعايزاني اكتبه باسمي، يبقى ده ايه؟ مش لوي دراع؟ لا مش لوي دراع يا لطفي. والسر، السر اللي انا ائتمنتك عليه وعماله بتهدديني بيه ده يبقى ايه؟ هقول لك يبقى ايه؟ نهارك اسود. انت سمعت ايه يالا؟ انا ما سمعتش حاجه. انت واقف هنا بقالك قد ايه يا كارا؟ لسه جايه، اللي كنت بعمل حمام. الولع ده سمعنا، الولع ده سمعنا يا نوبه. ما انت سمعت ايه؟ انت لسه هتسالي ايه؟ تعالى الحقني يا نوبه. انت بتهبب ايه؟ بتهبب ايه؟ انت بعيده جدا. تعالى عاوزك في موضوع. في ايه يا هوجل؟ تعالى هقول لك. ايوه في ايه؟ هقول لك. الباشا هيطردني صح؟ انا كنت عارف ان انا نحس والله وهيمشيني. يا اخي اصبر يا اخي، محدش هيطردك. امال في ايه طيب؟ بص يا حرص، أنا أيامي في الفيلا بقت معدودة. ألف بعد الشر عليك يا هوجل. يا ابني بقول لك في الفيلا مش في الدنيا، أنت أهبل. أمال إيه؟ طب فهمني. أنا بدلة البودي جارد بقت ضيقة عليا. شوف يا حرص، أنت هتكمل في الشغل وتثبت نفسك. الباشا هيعمل لك اختبارات. قال لك خون هوجن خون. بيع هوجن بيعه. كده وكده أنا فاهم طبعًا. لا بجد، أنا عاوز يديلك الأمان عشان أنت هتبعيني جوه الفيلا. فاهم يا حرص؟ فاهم. توحشني أوي يا هوجل. ماني مش انا مش هوحشك يعني. انا توحشني والله العظيم يا اخويا. بس ما تسيبنيش يا هوجن والنبي. بس بس بس.